عدى اكتر من اسبوع ولسه اهالينا محاصرين في ليبيا. مدينه درنا لسه بتقاوم الاعصار، عواصف شديده، امواج بتهجم من البحر، وسيول بتهجم من الجبل. الاضرار البشريه في ليبيا كبيره لدرجه ان لحد دلوقتي محدش قادر يحدد رقم معين للضحايا. الكلام ما بين 11,000 ضحيه ل 20,000، ده غير عدد الجرحى اللي ما لهمش حصر، و 40,000 نازح من المدن المدمره. المساحه اللي دمرها الاعصار كانت 3 مليون متر مربع، 900 متر منهم انجرفوا كانهم شويه رمله، وخدت في وشها شبكه الطرق وتسببت في انهيار 5 جسور. على الرغم ان بدايه الاعصار كانت 5 سبتمبر وعدى على اليونان وتركيا وبلغاريا، لكن المسؤولين في ليبيا اتكلموا عنه باستهتار كانه حاجه بسيطه وهتعدي، واقصى حاجه عملوها ان هم جابوا عربيات سحب ميه، كان الاعصار هيجي يسد المجاري مش هيهد دوله بحالها. اصل زي ما انتم عارفين يا جماعه، كل المعدات في ليبيا الفتره الاخيره كانت معدات حربيه، حتى السدين اللي كانوا مأمنين المدينه من المايه لفتره طويله ما قدرش يستوعبوا الضغط وانهاروا، لدرجه ان في سد منهم اترصد فيه تشوهات من سنه 1998. 1998 ده انتوا لو كل يوم من اول 98 لحد النهارده رحتوا لزقتوا حته من الشق كانت الخساره تبقى اقل. للاسف بشاعه الحادث هتتطلب فتره مش صغيره عشان نتعافى منها. الله يرحم الضحايا ويصبرهم على الحادث الالم ده اللي خلى الوطن العربي كله حزين. احنا مسؤولين جدا، مش كارثه اللي حصل الان، مش كارثه، عباره عن نعمه جاب الله لنا سبحانه وتعالى. انا سعيد حقيقه لجزئيه واحده فقط، والابطار طبعا. هذه احنا ليبيا دوله 96 في منها يعني صحراء، كل كميه مطر احنا محتاجين لها. يعني هو اننا اخيرا راينا ناس ربما تهتم بحياه المواطن، كان تجربه للتعاون، ويكون هذا الاعصار قوي اللحمه الوطنيه لدينا. مشروع الاجتماع الليبيين جميعا كل واحد يدير في دوره، لكن رايي احنا حقيقه نفرح لما يجي لان في كميه امطار وتحصل عبريد تغذيه للمياه الجوفيه. جانب ايجابي قيمه. اشكرك جزيل الشكر. شكرا يا عم. اقفل معاه. ده بيقول لك في كراسي زي ديت احنا سعداء. انا عارف ان انتم مصدومين ومش مصدقين، انا نفسي شفت الفيديو ده في الاعداد وفي المراجعه، ولما شفت دلوقتي ثالث مره معاكم اتصدمت. مش ممكن الاعلام في ليبيا بص نص الكوبايه مليان في الوقت اللي الكل بيتمنى يبص فيه على النص الفاضي. كل كميه مطر احنا محتاجينها. يعني ايوه تمام حضرتك، بس غالبا محتاجين المواطنين اكتر. باين الناس كلها جايه تساعد وده الوحيد اللي جاي من الازازه. لو احنا سعداء جدا، وان شاء الله الاعصار ده يكون فتحه خير علينا كلنا. 96 في منها يعني صحراء. لو ليبيا فيها 96% صحراء بكلامك ده صدقني دماغك فيها 100% صحراء. حضرتك مفيش كارثه زي ديت نبص لها بتفاؤل ابدا. ناس ربما تهتم بحياه المواطن. اوكي دي معروفه، هي فعلا الحكومه بتهتم بحياه المواطن في حالتين بس، لما تحصل كارثه طبيعيه ولما تعوز منه ضرايب، مش كده ولا ايه؟ قوي اللحمه الوطنيه لدينا. مش احنا كنا مقسومين نص مؤيد ونص معارض، او الاثنين غرقوا، نبدا على نضيف بقى ونتلحم من جديد. يا جدعان ايه التهريج ده؟ حد يتكلم كده بعد كارثه كبيره زي ديت؟ تغذيه للمياه الجوفيه. يا فين ايام المطبلاطيه لما كانوا يقولوا نعشق تراب بلدنا؟ دلوقتي ما بقاش عاجبهم التراب وعايزينها كلها برك ومستنقعات. انا اللي غلطان يا جدعان، الطبيعي في الكوارث ديت نسمع من المسؤولين مش من الاعلام. كلنا عارفين ان ليبيا فيها حكومتين، بس القول والفعل عند مين؟ عند رئيس الحكومه بتاعه الوحده الوطنيه السيد عبد الحميد الدبيبه، الحكومه الشرعيه. فين الدبيبه يطلعنا شويه من جو الاستخفاف بالضحايا ده؟ اليوم صارت كارثه فيها اكثر من 10,000 ضحيه، من الدير سنين وقعد ساكت، والراجل فلان ولا قانونيه ولا هي قايمه وهي عاده وخشونه في التمتعات. بكل ما نفكر في اقامه هيئه خاصه بالسدود. حاليا في اداره السدود فيها حوالي 12 مهندس لا يفقهون شيئا في الهندسه ولا حتى السدود. بارك فيكم باهي. اخر 3 اشخاص حصلوا على ماستر 1983. سيد الرئيس لما تأسس انت جسم جديد نظيف ومتخصصين او عندنا اشكاليه. انت تتكلم في اليابان انت ولا وين تتكلم؟ ما قاعد في ليبيا انت تو النظيف والمتخصص، انت عندك نفرين وقلت او ما فيش في هالدنيا هذه كلها لاني ومن معي. اصل موضوع ان في ناس ماتت ده بيموتني من الضحك. هي دي الحكومة الليبية ولا حكومة الضحك يا شباب؟ ده احنا عندنا برنامج كوميدي بره ليبيا، أجلنا الحلقة بسبب الكارثة. انتوا عندكم برنامج حكومي في ليبيا قاعدين تضحكوا بعد الكارثة؟ معقولة؟ ما نقدرش ليه نقعد ساكت؟ ما اقدرش اقعد ساكت، عشان كده قررت اضحك. بقول لك تخصص مهندسين ايه؟ ما تفوق يابا، انت قاعد في ليبيا تغرق وانت ساكت. اوكي تعترض على الغرق وانهيار السدود لو كنت في اليابان، لكن هتعترض هنا في ليبيا؟ لا هننهار عليك كمان مع السدود من الضحك. بالراحة على نفسك يا سيد دبيبة، الناس كده ممكن تفكرك الدبيبة اللي قتلت صاحبها. فهمنا بس يا سيد دبيبة، أنت جاي تعزي ولا جاي تهرج؟ أنا جاي أهرج. أه لو كده أوكي.
اصل انا اعرف يا جماعه ان في حاجه اسمها دموع الفرح، انما ضحك الحزن جديده ديت. ثلاث اشخاص حصلوا على مصر 1983 من سنه 83 جايبين ناس نفسها تسدت عن الحياه. تبص على الشدود، ده في شدود في ليبيا شباب عنهم لا يفقهون شيئا. يا عمي يعني ايه؟ مش مشكله يعني، احنا اللي فاهمين في السلطه. تتكلم في اليابان انت ولا وين؟ لا بقول لحضرتك ايه سيد بيه، بقول له انت مين؟ انت درس اللي انت بتقوله ده؟ لا من فضلك روح اليابان قول لهم الحلول دي. احنا هنا ماشيين بنظريه عبله واديله. انا بس نفسي افهم انتوا ليه فاتحين الكاميرا وانتوا بتدوروا على حل الازمه؟ يعني فكروا براحتكم، بس سيبوا الراي العام ينشغل بحاجه مفيده. يا جماعه الاعصار اصلا حصل في الناحيه الشرقيه اللي تحت اداره حكومه شرق ليبيا اللي شكلها البرلمان الليبي. اوكي غير معترف بيها، بس برضه هم يعني برلمان ليبي. هم فين بقى من الكاسه ديت؟ يعني دول المفروض صوت الشعب، ولا هم مش فاضيين غير في خوض المعارك مع الدبيبه وحكومه الضحك بتاعته؟ ده الكارثه حصلت عنديهم اكيد. السيد عقيله صالح رئيس البرلمان الليبي هيطلع يتكلم بشكل منهجي عن الكارثه ديت، ويكلمنا عن محاسبه المسؤولين، مش كده ولا ايه؟ نقول لأهلنا في ليبيا لا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله وبعلمه وبتقديره، لا تحزن، فالحزن منهي عنه وهو مخاصمة للقضاء من عمل الشيطان، لا يبعث ميتا ولا يرد قادرا ولا يجلب نفعا. اصبروا فالصبر مفتاح الفرج، فللصبر منزلة عظمى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا نقول إلا ما يقوله الصالحون المهتدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه من لوازم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أن ترضى بأحكامه وبقضائه وقدره، وإن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فرح فؤادك من لعل ومن لو، ما نقولوش لو أن كذا وفعلنا كذا لو عملنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه لا إله إلا الله. يا جماعة مش هتقيموا الصلاة ولا إيه؟ وأنتوا غلطتوا في قبة البرلمان ودخلتوا قبة جامع ولا إيه؟ ده الراجل بيدينا خطبه في كيفيه تقبل المصائب اللي السبب فيها فشل الحكومه. رئيس البرلمان الليبي السيد عقيله صالح بيشيل نفسه من المواجهه، سبك يا ليبي في مواجهه مع القضاء والقدر. اكفر بقى. ماشي يا سيد عقيله، معاك حق ان القضاء والقدر هم السبب، مش بس في الانهيار انما في وصولكم لحكم البلد كمان، ودي اكتر حاجه تحزن بصراحه. لا تحزن، فالحزن منهي عنه. فشلت دي كمان. انا كده عرفت ليه الدبيبه وحكومته كانوا قاعدين يضحكوا، حزن منهي عنه. طب تعرف حاجه؟ اوكي الحزن منهين عن، بس محاسبه المسؤولين مش منهين عن. مش كان اولى تاخده بالاسباب؟ ما نقولوش لو ان كذا وفعلنا كذا كمان دي فشلت صح. طب ايوه يا مواطن، عشان لو قلت كنا يعني كمسؤولين لازم نتحاسب، وده ايه؟ منهيون عن. انما نقصر والشعوب تموت، فده مش منهين عنه بصراحه. ما شاء الله على الايمان والتقوى. بعدين لما انت مؤمن كده، تعالى لي كده على كاميرا اتنين معلش، يعني لما انت مؤمن ومتقي كده، بعد ما الليبيين اتظاهروا ضد ابن اختك اللي هو محافظ درنا اللي تمت اقالته، يا ريت بقى نشوف جديه في استجوابه وتساله عن ال 220 مليون درهم ليبي اللي صرفهم على انشاء مقرات حكوميه وطرق وجسور وتطوير بنى تحتيه. وده دقني لو ده حصل. اوكي دلوقتي يا جماعه عرفنا ان الاعلام فرحان، والدبيبه عاملها برنامج كوميدي، والبرلمان الليبي عامل فيها وعظ على الضحايا، سلطات في ليبيا كل واحد في عالم موازي، واخر حاجه بيفكروا فيها يا الشعب الليبي. طيب يا سيد عقيله ونعمه بالله في كلامك، والقضاء والقدر موجود، بس المسؤولين في ليبيا فين من الاستجواب والاستعداد لمواجهه الاعصار؟ ده العالم كله كان بيتكلم عن الاعصار قبل ما يحصل بايام ومتخوفين منه. تعال اقول لكم الاعلام الليبي وقتها والمسؤولين كانوا بيقولوا ايه. تضرب عاصفة أطلق عليها اسم دانيال اليونان. اليوم تحركت العاصفة دانيال المتوسطية بكامل قوتها إلى ليبيا، يعني لماذا هذا التخوف من هذا المنخفض الجوي؟ الوضع مش بالدرجة المهولة اللي يمكن تخوف الناس. أخذ نوع من الدعاية في صفحات التواصل أكثر مما هو يفترض. في ناس خرجت من منازلها. يعني تتوقف الإعصار اللي تشوفوه في الأفلام الأمريكية اللي هو الإعصار هذا اللي يدور واللي يكسر في الدنيا ويرفع في الحياش ويرفع في السيارات. لا تحدث لدينا العصير الاستوائية المدمرة. ظاهرة طبيعية جدا أن تكون أمطار غزيرة وتكون رياح نشطة. الموضوع أخذ بعض التصعيد من حيث التهويل للأسف الشديد من خلال تسميته إعصار. كلمة إعصار كلمة كبيرة. لا يجوز تسميته بإعصار، ويمكن هذا كان تهويل من مواقع السوشيال ميديا المختلفة. السوشيال ميديا والإعلام هو السبب الرئيسي في انتشار الوضع. لابد من شن قوانين لمثل هذه الصفحات التي تثير البلبلة وتثير وتهوّد في مثل هذه الأخبار. ما تنبأت به الأصوات الجوية من هبوط كميات كبيرة من الأمطار وهبوط رياح شديدة. أظن أن الوضع ما زال تحت السيطرة، وأظن أن يعني الوضع ليس سيء الحمد لله. اليوم عندنا يعني مرينا على أغلب السدود الحمد لله، يعني أغلب السدود متماسكة الحمد لله. يا عم قلقتونا يا جدعان، ده أنا كنت فاكره إعصار. تقريبا اللي حصل في ليبيا ده عصوره صغيره صح؟
طب تعالوا اوريكم بقى اللي مسمي نفسه وزير الموارد المائيه ده قال ايه بعد ما الكارثه دي ما حصلت. قدر الله وما شاء فعل، يعني ما حدث قد حدث. انا بس مستغرب الثقه اللي كنتوا بتتكلموا بيها، ده لو عندكم ربع الثقه دي في اداره الدوله ما كانش اللي حصل حصل. لا انتوا فاكرين انه زي الاعصار اللي بالافلام ده اللي بيلف ده؟ لا يا جدعان، الافلام ده مش حقيقي والله، لكن اللي في ليبيا هو اللي حقيقي. اي حد هيقول عليه اعصار هيتقبض عليه فورا. فاكرين نص البلد اللي اتصاد بالارض ولا اعضاء الضحايا ده يشغلنا؟ نعدي بس اليومين دول وهنقبض على كل اللي قال انه اعصار على طول. للاسف كل واحد قلل من قوه الاعصار وطمن الشعب هو مشارك في الجريمه دي، لان مش بس الحكومه فشلت في ان هي تقلل من اصابات الاعصار، لكن خلت الناس كمان ما تاخدش حذرهم كفايه. انا اول مره اشوف سلطات بتتخانق على مين فشل اكتر. بس خليني اقول لكم حاجه مهمه، عندنا في قوانين الستاند اب كوميدي ما يصحش تضحك على الضحايا، وفي قوانين الجامع ربنا هيحاسب كل مسؤول تسبب في اذى الناس، وفي قوانين الاعلام مفيش فرح في الكوارث، اما في قوانين الدول فبالطريقه ديت انتم المفروض مش في الحكم.